تحتل مملكة البحرين هذا العام 2021 باليوم الوطني 50، حيث تمثل هذه الذكرى مناسبة وطنية لدى أبناء الشعب البحريني كافة. ويعزف النشيد الوطني البحريني بحريننا الذي يمثل النشيد الرسمي لمملكة البحرين، حيث تم تأليفه عام 1971 للميلاد. كتب كلمات هذا النشيد الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي البحريني، حيث قام بتأليف كلماته وأطلق عليه حينها اسم السلام الملكي، ثم أدخل عليه بعض التعديلات، وتم تسجيل اللحن على يد الفنان والملحن البحريني أحمد الجميري. ومنذ ذلك الحين وهو نشيد البلاد بشكل رسمي. لقناة السعودية هدى الغامدي، الدمام.